السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم هبة حسن، والنهاردة مع بعض في تيب سريع جدا على النيوك. سألني البعض في اننا ازاي نقدر نعرض شغل روتوسكوبينج كماسكس او كلاينز زي ما بيظهر في الشغل، حاجات زي كده مثلا بتظهر الاوريجينال، ازاي تعمل الاوفرلاي، طبعا هي مش محتاجة بس هقولها برضو، وازاي ديت هي الاساس ان احنا نظهر الشيبس، لان دي بتبقى مهمة جدا لأي عميل بيشوف شغلك او لو مقدم في شركة، على اساس يشوف تقسيمة شغلك ازاي وبيديله خلفية عن مدى دقة شغلك في موضوع الروتوسكوبينج. الموضوع دوت ازاي احنا نعمله او نظهره جوه نيوك بعد ما بتخلص شغلك، تظهره ازاي، تعرضه ازاي كريندر. ببساطة شديدة على سبيل المثال، انا عملت بس حاجة كروكي جدا روتو سريع جدا للكاركتر ده، وانا عايزه ان انا اعمل ريندر لللاينز ديت بره. طبعا زي اي الفا في الدنيا المفروض ان الروتوهات بتاعتي ظاهره في الالفا، ومفيش اي حاجه هتظهر لك هنا كريندر، حتى اللاينز اللي انت شايفها ديت مش موجوده، فاحنا عايزين نظهرها ازاي. هتروحي للالفا، تمام؟ انا دلوقتي في الالفا، بنفتح الثري ماسكس بتاعتنا، والبليند مود بنبدا ان احنا نلعب فيهم الاول ونغيرها لديفرنس، ممكن تلاقيها هنا، ممكن تروح للشيب وتغيرها من هنا من فوق البليند مود. الفكره في كده ان احنا نظهر بس العلاقات بين الماسكات وبعضها سوري بحيث ان احنا نخلي في وضوح اكتر لشغلك، لان يعني ممكن بعد ما نلاحظ حاجه زي كده دي بتبقى مهمه لينا في شغلنا، تمام؟ بعد ما بتعمل ده عايزين نبتدي ان احنا نظهر بقى الماسكات، يعني كل دوت موجود في الالفا. اول خطوة ان انا علشان اعرضه lines بروح للنود اللي اسمها H detects، من اسمها بيقول انه بيعمل detecting او اكتشاف لكل الايجات الموجودة في الفيديو ككل. في الحالة بتاعتي انا مش عايزاه يعمل ككل الفيديو ككل بالمنظر ده، ولو ان الافكت ده ممكن نستغله في حاجات تانية، لكن احنا عايزينه يقرا بس اللي موجود في النود اللي قبله اللي هي الروتو. في الحالة دي هقول له ما تروحش للار جي بي، انا عايزاك تروح للالفا. هتلاقيه بشكل مباشر قرا لك، حول لك الماسكس بتاعتك للاينز. جميل جدا، دي الخطوة الأولى اتعملت. طيب انا عايزة بقى الداتا دي تروح هنا الـ RGB ازاي؟ ببساطة مبدئيا كده انت بتدي للكالرز او لللاينز ديت كالرز داتا، الوان بارقام تتقري على الـ RGB من خلال الكونسوننت. فانا هاجي للكونسوننت واقول له اديني اي لون، تعالى نضغط كده كنترول واقول له مثلا يا سيدي اديني اي لون زي كده، وخد لي ده ك ماسك من هنا، تمام؟ احنا واقفين على الـ Edge Detect وانا واقفه فوق هنا ادي الـ RGB. اول ما تعمل ماسك هتلاقيها على طول اختفت. ثانية واحدة، انا كنت باصه هنا على الالفا عشان كده مش شايفه حاجة. فبمجرد ما بتدخل الماسك هتبص تلاقيها على طول راحت للار جي بي. يعني انا هنا دلوقتي ادي الايه الكالرز بتاعتي، تروح الماسك هتلاقيها دلت كل ده وبين لك كاستخدم اللاينز دي ماسك يبين من خلالها الكونسنت. طب جميل، انا دلوقتي ظهرت اللاينز، عايزه اظهر اللاينز على الفيديو ازاي؟ نرجع تاني ببساطه اوفر بكده، نكون قدرنا ان احنا نظهر اللاينز بتاعتنا بالالوان اللي انت عايزها. انت ممكن تغير في الالوان وزي ما انت عايز، تمام؟ يبقى ببساطه خدنا الماسك على الالفا، عملنا لهم ديفرنس 3 اوكي، وعلشان يظهروا مش ماسكات لاينز استخدمنا او استعنا بالايدج ديتكت، ومنها خدناها كماسك للالوان بحيث اللون ده بس اللي يظهر ويدلل كل الفيديو، تمام؟ بالشكل ده اوفر على الفيديو بتاعنا. طبعا بما اننا مستخدمين الايدج ديتكت عشان يبين لك اللاينز،
ممكن انت بقى تتحكم في السايز بتاعه من خلال الإبراج بتاعتك بالشكل ده زي ما انت عايز. طب افرض ان انا عايز اظهر الاوفرلاي، دي اسهل بكتير جدا. تاخد نفس الروتو اللي عندي هنا تحت، طبعا الروتو لازم تبقى جاية منه، فمثلا هنوقفها كده، ولا الافضل تبقى هنا كده مثلا. الفكرة المرة دي ان الماسكات مقرية هنا بس، فاللي هعمله ان اقول له مش هتبقى الفا، لا خليها لي ار جي بي اي، يبقى ظاهرة هنا تمام. بس في حالتي دي انا مش عايزاها تكون ديفرنس، ترجع تاني اوفر او خليها بلس بالشكل ده. والكول اللي هتعمله بقى خف بقى زي ما انت عايز كده، ممكن تغير في اللون ده. بالشكل ده ببساطة جدا. طيب انا عايزة احط بقى الكلام دوت مع اللاينز الاولانية بتاعتي معاها، يعني اوفر ببساطة. بس اخلي دي اهي عددهم كده. من حضرتك انت اما الميل عامل الاخر هيك كده ليه؟ يعني ممكن نرجع لها تاني ان احنا نغيرها، بس مش عارفه هي يعني مقفوله قدامي ليه. لا لك كنت هقول ايه. كده عملنا لها الاوفر بتاعي. في حاجه بقى مهمه جدا، بصوا شايفين الفرق، اتضاف داتا جديدة على الفيديو ككل، وده بسبب ان دي الفا خدها اوفر على الكلام ده، فلازم دي تتفصل. افصلها ازاي؟ بري مولت. لو احنا واقفين عليها عند البري مولت نقول له ار كده فصل. لازم وانت بتشتغل تتاكد ان ما تضافش حاجه اكتر من المسطره بتاعك. بكده نكون انتهينا من عرض اللاينز بتاعتك، تقدر تعرض بيها الماسكات زي ما انت عايز. اتمنى تكون التيب دي مفيده ليكم، ويقابلكم في حاجه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.